والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض، والأصل فيها استراق الجن السمع، استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. وقد كان هذا كثيرا قبل البعثة، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد شددت الحراسة على السماء، كما قال تعالى بصوت الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة للسماء ورجمت الشياطين بالشهب، الشياطين يعني يكون بعضهم فوق بعض إلى السماء فيسترق الكلمة ويقرها في أذن صاحبه حتى تصل إلى من في الأرض، حتى تصل إلى الكاهن، فربما أدركه الشهاب وأحرقه قبل أن يلقي الكلمة. وقد يسترق بعض الكلمة ولا يستطيع أن يسرق كل الكلام، وهذا كله إنما هو بإذن الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم. فالكهان يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستعنون بالجن ويسألونهم عن الحوادث، والجن تخبر الكهان ببعض ذلك بكلمات يسترقونها، وقد يكذبون معها كذبا كثيرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكذبون، قد يصدقون مرة ويكذبون معها 100 مرة. والكاهن يدخل في مفهوم الكاهن العراف والمنجم، وكل من يدعي الغيب يدخل في هذا المفهوم بمصطلحات كثيرة، ما يسمى بقراءة الكف أو قراءة الفنجان، وكل ما فيه دعوة علم الغيب فهو نوع من الكهانة.